يعني أولا المناطق التي تتعرض لكثافة نارية وكثافة عنيفة من قبل الجيش الإسرائيلي هي رشا، التركيز في منطقة وسط القطاع، المخيمات البريج والمغازي والنصيرات وأيضا مخيم دير البلح، هذه المنطقة التي تقع في وسط قطاع غزة والتي يخوض المقاومون الفلسطينيون فيها، خاصة في المناطق الشرقية منها شرق البريج والمغازي، اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي ويقعون أيضا قتلى وإصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين. أما المنطقة الثانية التي تعتبر أكثر سخونة وأكثر اشتباكا هي مدينة خان يونس، وخاصة المناطق الشرقية منها والتي يواجه أيضا الجيش الإسرائيلي معارك ضارية في تلك المنطقة. نعم.